المرسلين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم نحن في البطانة زي ما وعدنا الشعب السوداني، كل يوم إن شاء الله انتصار. الله أكبر. كنا في سنار، وجينا بدوبة، وجينا مارين بالشرقية، والآن إن شاء الله البطانة والجزيرة كلها ملانا جيوش، كلها جيوش إن شاء الله. دي نهاية الدعم السريع. والآن معنا السيد غايد محور البطانة الذي قام اليوم والأمس بتمشيط كامل لمنطقة البطانة إن شاء الله. قريب إن شاء الله يسلمكم مدني كلمة تطمينية للشعب السوداني من السيد غايد محور البطانة. نطمن الشعب السوداني عموما وأهل البطانة بصفة خاصة أنه تم إن شاء الله حالتين تمشيط، وتم تمشيط كل سهول البطانة من المارغين ومن المرتزقة، وإن شاء الله أما إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة نحتفل جميعا في البطانة، في مدني، في الجزيرة، في الخرطوم بإذن الله تعالى. الله أكبر. الله أكبر. اليوم يا جماعة كان في كسح ومسح، رغم أنه نحن مقدمين الإعلام، لكن برضو نبشر الشعب السوداني أنه والله الجيش شغال. وشعارنا أكسح وأكسر. شعارنا أكسح وأمسح. شعارنا أكسح وأمسح. كسح ومسح. ونحيي يا جماعة درع البطانة وكيكل شغال والله. الآن قواته دخلت ثلاثة مناطق. الليلة حسن كل شيء ثلاثة مناطق دخلت قوات كيكل مع قوات العمل الخاص والقوات المسلحة جهاز الأمن والمخابرات. الله أكبر. الله أكبر. كلمة أخيرة للشعب السوداني. نحن نطمن الشعب السوداني المرة الثانية والمرة الثالثة، وشعارنا أكسح وأمسح.